وصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية على طريق القاهرة العين السخنة لضبط المخالفات المرورية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة مشكلات المرور بالطرق والمحاور الرئيسية وتحقيق السيولة المرورية المرغوبة على الطرق. هذا وأسفرت نتائج تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 770 مخالفة مرورية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات. وتواصل الأجهزة الأمنية وحملاتها لضبط المخالفات المرورية والانضباطية وما شأنه الإخلال بالأمن العام.